هل التسبيح يرد القدر؟ حقيقة أحبتي في الله قرأت شيئا لفت نظري وأحببت أن ألفت أنظاركم إليه تتبعت التسبيح في القرآن العظيم فوجدت عجبا وجدت أن التسبيح يرد القدر كما في قصة يونس عليه السلام قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون وكان يقول في تسبيحه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والتسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير التسبيح هو ذكر جميع المخلوقات قال تعالى الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض ولما خرج زكريا عليه السلام من محرابه امر قومه بالتسبيح قال فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا ودع موسى عليه السلام ربه بان يجعل اخاه هارون وزيرا له يعينه على التسبيح والذكر قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ووجدت التسبيح ذكر اهل الجنه قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام والتسبيح هو ذكر الملائكه قال تعالى والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض حقا التسبيح شانه عظيم واثره بالغ لدرجه ان الله غير به القدر كما حدث لموسى عليه السلام اللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته هاتين الظاهرتين التسبيح والرضا النفسي لم تكونا مرتبطتين في ذهني بصورة واضحة لكن مرت بي آية من كتاب الله كأنها كشفت لي سر هذا المعنى وكيف يكون التسبيح في سائر اليوم سببا من أسباب الرضا النفسي يقول الحق تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لاحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم قبل الشروق قبل الغروب اناء الليل اول النهار اخر النهار ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الايه بالحث على التسبيح والرضا في هذه الايه عام في الدنيا والاخره ومن اعجب المعلومات التي زودنا بها القران العظيم اننا نعيش في عالم يعج بالتسبيح ويسبح الرعد بحمده وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير تسبح له السماوات والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانك يا رب ندرك الان كم فاتنا كثير من لحظات العمر عبثا دون استثمارها بالتسبيح والدال على خير كفاعله والله يحفظكم واهليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته